لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما خلال برنامج لاله مولاتي، برنامج المراه بامتياز. وكيحضر معنا الدكتور عبد الصمد عرباوي، اختصاصي في امراض النساء والتوليد بمجمع الوفاق الطبي تمارا الرباط. اهلا بك دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لك بزاف المجيء ديالك والحضور ديالك وعلى كل هاد النصائح اللي غتقدم لنا، لانه اكيد حنا في حاجه ليها. كل يعني النصائح فيما كيتعلق بامراض النساء والتوليد، لانه كتجي طلبات كثير عليها من خلال البرنامج. اليوم غادي نتكلموا على اضطرابات في الدوره الشهريه، وبغينا نعرفوا اول سؤال كيطرح نفسه هو شنو هي الاسباب ديال هذا الاضطراب في الدوره الشهريه عند الفتيات وعند السيدات، لانه للاسف اصبح مشكل صحي وغادي في تزايد. يعني فوق ما كيكون يعني تقريبا في كل 5 نساء كنلقاو جوج النساء يعني ولا اغلبهم عندهم هذا المشكل ديال الاضطرابات في الدوره الشهريه. اول حاجه هي شنو هو التعريف ديال هذه الاضطرابات ديال الدوره الشهريه، حيت خصنا نشوفوا التعريف واش كيعني بان الدوره الشهريه انقطعت او انها تباعدات او انها جات كثيره بزاف او انها جات قليله بزاف او جات مصاحبه بواحد الالم كثيره. دونك ما عرفتش انا السؤال ديالك بالضبط شنو اللي كتقصدي انت. نبغيو نعرفوا يعني كيف قلتي لنا يعني على العموم يعني فوقاش يعني فوقاش نميزوا، لانه بزاف ديال السيدات ما تعرفوش يعني ملي كنتكلموا على اضطرابات الدوره الشهريه والمستمعات كيسمعونا اليوم كيفاش يميزوا راه عندهم مشكل ديال اضطراب الدوره الشهريه. اضطراب الدوره الشهريه هو ان السيده نورمالمون السيده كتجيها الدوره الشهريه كل 28 يوم تقريبا، يعني ما بين 26 يوم حتى 35 يوم. المرأة اللي غتقول بأن هاد الاضطرابات عندها هي المرأة اللي عندها يا إما حق الشهر كتجيها من بعد يعني 35 يوم، كل 35 يوم أو أكثر أو أقل من 21 يوم. دونك هاد مسألة كاينة، وكاينة مسألة أخرى ديال الدورة الشهرية قدر تجي في المثال تجي قليلة بزاف أو تجي فايدة بزاف. دونك هذه هي تسمى من اضطرابات الدورة الشهرية، أو تجي مصاحبة بالآلام كيف ما قلنا. والمهم الأسباب كثيرة وكثيرة، ولكن الأسباب اللي كثيرة بزاف هو أسباب التوتر العصبي، السيدة اللي كتكون منرفزة تكون معصبة، أو السيدة اللي عندها بعض المشاكل الهرمونية ديال بعض الغدد، مثلا الغدة الدرقية أو عندها كيكون مثلا اضطراب في غدد ما اللي كيعطيو اضطراب في الدورة الشهرية بطبيعة الحال، أو كيكون عندها مشكل في يعني كتعمل رياضة عنيفة كثيرة بزاف، أو التغذية اللي كتكون قليلة بزاف ومع الرياضة كثيرة، او السيده اللي كاين الوزن ديالها تيكثر بزاف. يعني كاين اسباب كثيره، كاين اسباب صحيه عضويه وفي التغذيه نفسيه، وكاين اضطرابات عاوتاني حتى هي كثيره. دونك الا بغينا نعرفوا دونك نقدروا نقسموها لانقطاع الدوره الشهريه بالكل لعند شي سيده، او نقسموها او الفتاه اللي ما جاتهاش كاع الدوره الشهريه، فهمت؟ دونك كاين بزاف الحالات فعلا دكتور، لانه كاين بعض الحالات ديال بعض الفتيات يعني غير متزوجات ويعني في الفترات ديال 17 فما فوق كتلقى عندهم هذا المشكل ديال انه كتجيها الدوره الشهريه مثلا شهر ويعني كتغيب على مثلا شهرين وبعد كتعاود تجيها، واحيانا كتوصل حتى لاربع شهور خمس شهور تما كاين يعني اضطراب. في الغالب هنا في الغالب غيكون اضطراب. المهم السيده اللي ما كتجيهاش يعني دم الحيض من بعد 16 يعني كتكمل 15 سنه وما جاتهاش، هاد السيده تقدر يكون عندها مشكل هرموني، او السيده اللي كتجيها يعني دم الحيض اللي كتجيها قليله بزاف، دونك هذه تكون عندها مشكل هرموني. وكاين بعض الفتيات اللي بلغوا مثلا ولكن كتعطل عليهم مثلا باشهر هذا في الغالب غادي يكون يا اما كيف ما قلنا الاسباب اللي ذكرتها دابا ديال التوتر وديال سميتو وديال الرياضه العنيفه وديال التغذيه الغير يعني الغير متكافئه والغير سليمه، او في الغالب يعني السبب هرموني اللي كثير بزاف هو لي زوفار ميكروبوليكيستيك، هما يعني المبيض المتعدد متعدد الاكياس. هنا كتكون اضطرابات هرمونيه، كتكون واحد الافرازات ديال واحد الهرمون اللي كتكون كثيره بزاف، هما لي زاندروجين يعني الهرمونات الذكريه، وهاد الهرمونات هذه كتؤدي الى انقطاع الدوره الشهريه او تباعد هاد الاضطرابات في الهرمونات. ما في كنشوفوا مثلا بعض السيدات ولا الفتيات اللي عندهم مثلا شعر زائد في الوجه ديالهم ولا مثلا كاين حب الشباب او يعني الشعر زائد يعني في الوجه او في الصدر او في او في البطن او في الظهر، يعني في المناطق اللي كتكون نورمالمون عند اسميت عند الرجال، وكتكون معها بعض المرات يعني فقدان الشعر في الراس يعني جهه الجبهه، او يعني وهاد الناس هذو يكونوا متعرضات لبزاف
بزاف المضاعفات ميتابوليك بحال مرض السكر بحال لي زيبر كول يعني الكوليسترول الدهون طالعه بزاف في الدم او ارتفاع ضغط الدم يعني هذه المساله هذه المهم هاد لي زوفار ميكروبوليكيستيك يعني سبب كثير وهو اول مرض ديال الغدد يعني عند النساء. لو سمحت دكتور يعني واش كاين فرق يعني ما بين اضطراب الدوره الشهريه عند الفتاه قبل الزواج وعند السيدات اللي هما متزوجات كاين فرق ولا مشكل واحد؟ مشكل واحد مشكل واحد يعني كاين المشكل ديال السن وكاين الفرق في البنت اللي معمرها ما جاتها الدم او والبنت اللي تجي هاد الدم يعني كاين لي زامينوغاي بريمير يعني عمرها ما كتجي وكاين لي زامينوغاي سكوند يعني كانت كتجي الدم وانقطعت دونك هنا فين كاين الفرق ما كاينش الفرق بالنسبه للزواج ربما تكون اضطرابات نفسيه مع الزواج بالنسبه للعلاج يعني واش كاين علاج مباشر يعني بالادويه ولا ايبر اللي كيعطيوهم مثلا الدكتور بالنسبه لتنظيم الدوره الشهريه لانه في الغالب كنسمعوا احيانا كيعطيو مثلا هذاك حبوب منع الحمل وبالنسبه للفتيات اللي هما غير متزوجات كيتخوفوا انهم ياخذوا هاد حبوب منع الحمل باش يتقاد لهم يعني لو سيكل ديالهم على اساس انه ممكن انه في الزواج ياخر لهم مثلا الانجاب. لا هاد حبوب منع الحمل يعني هي ممكن تعطى ولكن بعد ما نعرفوا شنو هي الاسباب لان في مثلا البنت اللي ما عندهاش ما كتجيهاش كاع يعني حق الشهر ما جاتهاش كاع خصنا نشوف واش كاين شي اسباب يعني كاين خلل في الجينات بحال سندروم دو تورنور يعني دي بروبليم ديال لي كروموزوم كاين مشاكل في التغذيه كيما قلنا يعني خاص نشوفوا هي الاسباب عاده باش نقدروا نعالجوا المشكل. وهاد الحبوب منع الحمل يعني ما عندهاش مضاعفات هي بالعكس كتنظم كما قلت الدوره الشهريه وربما تتحمي من بعض المضاعفات بحال هشاشات العظام بحال لي مرض الكارديو يعني امراض القلب والشرايين يعني هذا مفهوم غلط كان عند بزاف ديال السيدات يعني كيتخوفوا خاصه الفتيات غير هو يعني الفتاه البنت ما تاخذ هذاك الادويه حتى تشوف واش كاين دي كونتر انديكاسيون لان كيف ما قلنا هاد لي سيندروم دي زوفار ميكروبوليكيستيك قد تكون السيده عندها ارتفاع ضغط الدم قد يكون عندها الكوليسترول طالع الديابيت يعني يعني هادو يقدر يكونوا كونتر انديكاسيون لهاد الحبوب منع الحمل. هادو هما الحالات اللي ممكن انه الطبيب يعني كيسمح لها انه تاخذ هاد منع الحمل. على حسب الحالات على حسب السن ديالها وعلى حسب يعني المرحله ديال هادوك المضاعفات واش مضاعفات يعني في واحد المرحله اللي عندهم مضاعفات اخرى او يعني في البدء. إذا مستمعينا مازالين دائما رفقة الدكتور عبد الصمد عرباوي اختصاصي في أمراض النساء والتوليد اليوم كنتكلموا معه على اضطرابات الدورة الشهرية فاصل وغادي نرجع مباشرة لاستقبال مكالماتكم الهاتفية اللي عندكم أي تساؤل اتصلوا بنا على 0522 46 72 50 51 52. رجعنا لكم مستمعينا دائما رفقة الدكتور عبد الصمد عرباوي اختصاصي في أمراض النساء والتوليد مجمع الوفاق الطبي تمرة الرباط اليوم كنتكلموا على اضطرابات الدورة الشهرية. إلا سمحت دكتور بالنسبة للتساؤلات اللي كتجي على أساس الاستحمام والدوش يعني والغسل ديال الفتيات والسيدات في الوقت ديال الدورة الشهرية واش عندهم مثلا شي تأثير صحي ولا ما كاين حتى شي مشكل؟ لا ما كاين حتى شي مشكل إلا كان إدار بطريقة يعني سليمة يعني السيدة تغسل وتنظف مزيان وتمسح مزيان يا باز ما كاينش لانه هادو من بين المفاهيم اللي كان اللي بغينا نصحوها معك دكتور على اساس انه مثلا الا غسلنا دوشنا يعني ولا فهذيك الوقيته اللي كتكون فيها مثلا الدوره الشهريه وكانه يعني دوك لي بيرت مثلا كيتجمعوا ويعني ممكن انه مثلا يعطيو تكيسات ولا مشاكل اخرين. لا ما كاينش مشاكل تكيسات غير هادوك لي تامباكس ودوك سميتو خاصهم يتغيروا كل 6 سوايع او 8 سوايع ماكسيموم لان تكون فيهم الدم وكيكون يعني يقدر يولي فيهم الميكرو من بعد. اما زعما كاينش السيده تغسل تنظف تمسح مزيان وماكاين حتى شي اشكال. ما عنده حتى شي مشكل واخا. ناخذ اول مكالمه معنا فاتحه من الدار البيضاء. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله فاتحه. وعليكم اختي جزاك الله بخير وبغيت نسول. الله يبارك فيك مرحبا لاله تفضلي. مرحبا. اختي في عمري 45 عام. ودابا عندي واحد الاضطرابات كتمشي عام وما كتجيش وعاود كتجي تمشي 4 شهور وعاود كتجي دابا هادي عامين باش تخربقات ليا ما عرفت واش بغات تمشي ما عرفتش. انا عندي واحد المشكل هو ديال لي بلاكيت كينزلوا ليا عندي 3 البنيات
واخا فاتحه تفضلي، مازال عندك شي تساؤل؟ لا بغيت نقول لك تزوجت على 20 عام وولدت بكري زعما، ماشي بنتي الكبيره راه عندها 27 عام تبارك الله، تبارك الله. والبنيه الصغيره عندها 4 سنين، ولكن في الوقت اللي ولدت هذيك بنيه هذه 24 دير 4 سنين كانت هذه جاتني لا مينوبوز، حين تحملت في واحد الوقت اللي هي مقطوعه عليا ما كايناش، وصدقت حامله. واخا فتحه انا غادي نجاوبوا على التساؤل ديالك، تحياتنا لك. بالنسبه لفتحه 45 سنه يعني واش مازال يعني ما انقطعتش لها الدوره الشهريه يعني لما بقى ما جاتهاش يعني ما انقطعتش وعندها غير اضطرابات يعني كتشوف انقطاع الدوره الشهريه في الغالب كيكون في تقريبا في خمسينات يعني 50 51 عام ياك ولكن قبل من انقطاع بعض السنين ممكن كتكون الدوره الشهريه كتولي متباعده متباعده. دونك هذه المساله هذه مساله يعني هذه السيده مساله عاديه يعني هذا السن ديالها وهذا هو ليفوليسيون يعني عاديه ديال يعني الدوره الشهريه يعني كل سيده وشكل ديالها يعني كاين اللي مثلا مباشره صافي كتنقطع عليها وكاين اللي كتجي تدريجيا ولكن في الاكثريه كتجي تدريجيا، قليل اللي كتنقطع عليهم مباشره في الخمسينات او في اواخر الربعينات ولكن الاكثريه كتنطاط سميتو تدريجيا يعني المساله عاديه يعني ما عندهاش شي حاجه اللي انورمال اللي غير عاديه. معنا مكالمه اخرى سهيله من مكناس. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اختي بغيت نسولك اي تفضلي. اييه كتجيني العاده الشهريه الا سمحتي عافاك سهيله نقسم من الراديو غير باش نسمعوا التساؤل ديالكم مزيان ويجاوبك الدكتور واخا؟ واخا نقسم الا سمحتي. واخا قلت لك كتجيني العاده الشهريه بالحريق، ما عرفتش شنو ندير ليها. واخا شحال دابا هادي وانت كتجيك بالحريق؟ يلا هادي جوج مرات. هادي جوج مرات الاخرين. واخا شحال السن ديالك لاله؟ 19 عام. وكتجيك دائما بالحريق بلا والو؟ لا كتجيني عادي. كتجيك عادي وكتاخذي شي دواء باش تشوفي واش تمشي ولا ما تمشيش ولا لا؟ واش هاد الحريق يمشي ولا لا؟ مزوجة ولا مازال؟ مزوجة ولا لا؟ لا مازال. دابا هاد الألم ديال الدورة الشهرية هاد الألم تيكون يعني كثير يعني ماشي يعني 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 بزاف النساء كيعانيو منه وكنظن هو الحدة ديال هاد الأوجاع راه كتختلف ما بين الفتاة والسيدة أخرى. كاين اللي كيجاني عادي وجع خفيف وكاين اللي يعني وجع حاد لدرجة أنه ما كتقدرش لا تحرك يعني كيجيوها بحال رجلها يعني كيفشلو كيفشلو تقدر تجيها يعني اصفرار أييه بزاف ديال يعني وكاع الإغماء سميتو. المهم هاد السيدة هادي دابا كتجيها الألم هادي سميتو هادي شهرين ياك أنت كانت ديما كتجيك مزيانة ياك دونك دابا اشنو خاصك ديري لاله؟ خاصك تاخذي بعض الادويه المسكنه للالم ياك. الى هذه الادويه يعني في الغالب غتكون النتيجه، الى ما كانش النتيجه وبقاتي كتكرر خاصك تمشي تشوف الطبيب باش يدير لك واحد الفحص باش يشوف ربما عندك شي ميكروب ولا عندك شي كيست في الوفار ولا عندك شي فيبروم ولا شي بوليب، يعني كاين ممكن تكون اسباب عضويه اللي مسؤوله في هذه الحاله، لان كانت حق الشهر كتجي بدون الم، دابا كتجي بالالم، يعني هذه حاله ممكن في 31% تكون اشاره مثلا على انه كاين مشكل ما. يعني بلا ما خصك تدوز من الافضل تكون استشاره طبيه. وبالنسبه يعني للسيدات والمستمعات اللي كيسمعونا اليوم مثلا كيف قلتي يعني إلا بغينا نميزو ما بين مثلا فوقاش نمشيو نديرو استشارة طبية، واش بمجرد ما نحسو أنه الحريق يعني فينا مع الدورة الشهرية ولا حتى يكون واحد الحدة ديال الوجع هذيك الساعة عاد نمشيو؟ السيدة اللي كان ديما كيجيها يعني بدون ألم وبدا كيجيها بالألم خصها تشوف الطبيب. شوف علاش؟ السيدة اللي كانت تجيها كيف ما قلتي يعني الألم خفيف وبدا تجيها ألم شديد ممكن تشوف الطبيب، لكن ممكن في اغلب الاحيان يكون عندها غير يعني غير كتمر بشي ظروف بتاتخ نفسيه ولا توتر حتى هما كيزيدوا كيزيدوا في الالم، فهمت؟ دونك كل حاله وسميتو، ولكن هذوما الحالات، ولكن في اكثر الحالات هذا الالم اللي كيجي مع سميتو مع الحيض كيكون الم يعني ما عندوش سبب، غير تقلصات في الرحيم بسبب واحد الهرمون كيتسمى لي بروستاغلاندين، وفي الغالب ما كتكون حتى شي حاجه، ما كتكون حتى شي مرض عضوي. من غير الا كانت الحده يعني كاين وجع اللي هو قوي
ضروري انه الواحد يعني هذا ما كيعنيش بان قد ما كان يعني الالم كثير قد ما كاين شي سبب. اي الواحد استشاره طبيه باش واحد يرتاح كتبقى الوقايه خير من العلاج، هذا هو الهدف ديالنا. بالنسبه لهذوك الادويه المسكنه اللي كياخذوا مثلا السيدات يعني باش التهدئه يعني الوجع ديال الدوره الشهريه، واش ما عندوش شي تاثير يعني على المدى يعني البعيد على اساس انه مثلا كتاخذوا الفتاه ملي عندها 17 سنه على ود الخصوبه بتقدري على العموم يعني ماشي يعني واش عنده شي تاثير ولا لا؟ دابا كاين بزاف الادويه، كاين الادويه كاين لي زونتي انفلاماتوار يعني ضد الالتهابات، لان ضد لي بروستاغلاندين هادو يعني عندهم لي كونتر انديكاسيون. كاين اللي مولفها كل شهر يعني لمدى سنوات كثيره. لا ماشي انا يعني ما كاينش مشكل، ولكن الا كان عندها مشكل في المعده وهذه خاصها تستشير مع الطبيب باش تاخذ بعض الدواء باش تحمي المعده ديالها. غير هو على مستوى الرحم ولا لا ما كيعطيش مشكل مباشر، غير الا كان تاثير مثلا على المعده اللي كاين. وكاين بعض الاحيان كنعطيو حبوب منع الحمل حتى هما كيساعدوا النساء اللي عندهم الالم في يعني فقط الحيض. هاد الحبوب مال الحمل ما عندهمش يعني اين فقط توقفهم السيده ما كتكونش مشكل، غير يعني هو كيف ما قلنا كتشوف واش كاين دي كونتر انديكاسيون بعض الحالات ما خصهاش تاخذهم. المراه اللي عندها في عائلتها كونسير ديال المساه ولا عندها مرض السكري فواحد الحاله اللي افونسي ولا عندها المهم كاين بزاف لي كونتر انديكاسيون. معنا كريمه من فاس. الو كريمه. الو السلام عليكم كريمه. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا لالا. تفضلي كريمه، شو تسألك الدكتور؟ اختي سناء. ايه تفضلي. كنشكرك بزاف. مرحبا الله يبارك فيك. كنت نقدم التحيه ديالي للدكتور. الله يبارك فيك. مرحبا لالا. السلام عليكم. شكرا لك. السلام دكتور. انا عندي شعر بزاف في وجهي. وكتجيني العاده الشهريه في الحريق. ايه واخا. وعندي الشعر بزاف وجهي. والدوره الشهريه كتجيك يعني منتظمه ولا لا؟ لا كتجيني الدوره الشهريه منتظمه كل شهر، ولكن قليله شويه غير بالحريق النهار الاول والنهار الثاني والشعر في وجهي. واللي شحال السن ديالك لاله؟ عندي 27 سنه. نعم. المهم هاد الاعراض اللي عندك ديال الالام وديال الشعر بزاف في الوجه ديالك، هاد اعراض اللي في الغالب كنقدروا نفكروا في المشكل ديال لي زوفار ميكروبوليكيستيك يعني المبيض المتعدد الاكياس. وهذا المشكل هذا راه كاين الدواء ديالو، فهمت؟ دونك الدواء ديالو المهم خاصك على اي باش تاكد هذا الشيء اللي كنقول لك خاصك تشوفي الطبيب باش ديري واحد التلفازه ديال التشخيص وتحاول تعرف يعني في الغالب التلفازه كتكفي في هذه الحالات هذه. وبالنسبه للدواء راه كاين الدواء اللي كيحيد هاد الشعر اللي في الوجه، وهذا الدواء هذا هو كيتسمى لاسيتات دو سيبروتيرون. هاد الدواء هذا كيتعطى ولكن النتيجه ديالو ما كتكونش بسرعه، يعني خاص على الاقل واحد يعني خاص له واحد 4 أشهر او 5 أشهر باش تبان لك النتيجه، فهمت؟ وكاين بعض الحبوب ديال منع الحمل اللي كيحسنوا هذه الحاله هذه، ولكن ما كيشافوهاش بطريقه نهائيه، ومهم الطبيب هو اللي يقدر يكتبها لك. اذا كلمه تمشي استشاره طبيه من الافضل باش تشوف المشكل كيف ما شرحتي لها. وكاين الادويه الاخرى ديال اللازر وداك الشيء هذاك الشيء يعني هذا كيبقى تجميلي يعني تجميلي فتشوف المشكل يعني من الاساس. المشكل من الاساس. يعني. نوصلوا باقي المكالمات مستمعينا معنا. عبد الحق من تازه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سيدي. مرحبا. نعم اختي بغيت نهضر مع دكتور. اييه تفضل. قلت لها على حساب العاده الشهريه. اييه. على حساب انا عندي امراه جات دابا العشريات. اييه. وهذا هو السؤال ديالي اختي. يعني جات عشريات يعني عشريات وهي فيها العدس وهي فيها يعني الحي. على 28 يوم لا شي مره 20 يوم ولكن هذه المره هذه عشريات. يعني جاتها مبكره. نعم. وجاتها مختلفه على زعما كاين عاده ولا جاتها يعني بنفس الكميه ونفس المده ولا قليله بزاف؟ انا هذه عشريات صافي. هذا الصباح قالت لي ودي هذا الصباح قالت لي انا الدم قالت لي ما عرفتش كيفاش تجاني قالت لها العشريات. واللي قبل منها شحال كانت جاتها؟ يعني اللي قبل بشهر قبل كان ماشي مع العاده هي كانت ماشي 28 يوم شهر. ما كتاخذش دواء ولا شي حاجه؟ لا ولا كيلة منع الحمل ولا شي حاجه؟ لا
لا والو، عندي البنت الثانية عندها 5 سنين. والسيدة شحال عندها من عام؟ عندها 36. وحتى حبوب من الحم ياك ما كتاخذهمش؟ ما كناخذ حتى شي حاجة، ما عمري شفت شي حاجة. دونك هاد السيدة كاين جوج الحالات، يا إما ممكن تكون حامل فهمتي وقع لها إجهاد فهمتي هاد الحالة. يعني أول حاجة خاص تمشي دير واحد التحليلة ديال التحليلة ديال الدم باش تتأكد أنها حامل ولا لا، أو تشوف طبيب يدير لها واحد ليكوغرافي ياك. وممكن تكون عندها يعني يا إما كتاخذ بعض الأدوية اللي خرقت ليها لي راجل، أو تكون هاد السيدة هادي يعني ربما عندها فيبروم ولا عندها انكيس، يعني ولا بدا ما خاصها تشوف الطبيب باش دير واحد التلفاز، لأن الأسباب كثيرة بزاف، وممكن تكون عيال متوترة ولا معصبة ولا وقع شي مشكل وهادي وأدى لها باش تجي هاد الدورة يعني مبكرة، يعني أسباب كثيرة. من الأفضل استشارة طبية. إلا سمحت دكتور، ذكرتي واحد نقطة مهمة وهو هذاك الإجهاد اللي تيجي مع الدورة الشهرية. أحيانا كاين بزاف ديال السيدات اللي ما تعرفوهاش، اللي تيحسوا على أنهم بحال جاتهم فيضة أو جاتهم كثيرة، هو راه تيكون إجهاد. كاين هاد الحالة كثيرة بزاف. اشرح للمستمعات إلا سمحتي باش نزيدوا الفهم. يعني السيدة ملي ربما كتكون دابا تجي هاد الدم عادية، واحد النهار جاتها كثيرة بزاف أو متأخرة واحد شوية ولكن كثيرة بزاف، تقدر تكون السيدة كانت حاملة وكما تنقول خسر ليها بنادم. في البداية ديال الحمل ما تكون ديك العلامات ديال التقيؤ ديال الغثيان وهذه، ولا ما دارش التحليل ما تعرفش. دونك كنعرفوا بأن هذا الإجهاد راه كثير بزاف، تقريبا واحد 15% ديال الحمل اللي كيوقع الإجهاد في الثلاث الأشهر الأولى. وبعض المرات ما كيكونش، وربما أكثر، لأن كاين هذه الحالات ما كنحسبوهمش، لأن المرأة كيسحب ليها غير لي غيكل وهي راه خسر ليها بنادم. وملي تيخسر ليها بنادم مثلا هذاك الإجهاد اللي تيكون يعني في الوقت ديال الدورة الشهرية وكتظن على أنه راه جاتها فايدة، واش مثلا إلى مثلا حسات أنه كاين شي حاجة مثلا وجاتها مثلا كثيرة ومشات عند الطبيب، واش كيعطيها مثلا شي دواء ولا شي حاجة على أساس أنه راه كان دارت فوسكوش ولا كيدير لها واحد، يعني أولا باش يتأكد كيدير لها واحد لابريز دو كيدير لها واحد التلفازة، لكن التلفازه الى بان لي الحمل وبان لي يعني كاين شي حاجه اللي كتبحال الطروفه اللي كتخرج، دونك يعرف بان راه سميتو كاين اجهاد، كيعطيها الادواء الاول لانك يكون في الاول ديال الحمل، يعني غالبا كيمشي وحده حتى هذوك الرواسب اللي تيبقى يعني كيمشي وحده في الغالب، لان في بدايه الحمل تكون بدايه الحمل. ولكن باش يتاكد ولا بدا ما خاص لا بريز دو سون الا ما شاف والو، ومشي دائما كتستدعي بعض الادويه، لان كما قلت كيوقع تلقائي هذاك الاجهاد ما كيحتاج لا ادويه لا والو. ربما تجيها لي غاكل بالالم، لان كاين طروفه، وهي السيده تقدر تعرف الى في الدم ديال هذا الحيض تلقى بعض المرات بحال شي حاجه بحال طروفه، ماشي طروفه ايام ماشي ديال الدم، طروفه ايام يعني شي حاجه اللي قاصحه شويه، وربما هذيك تكون هو الجنين ويعني البقايا ديال الجنين في الاول اللي كتكون خرجات. واخا. وبالنسبه للفتيات اللي تجيهم مثلا الدوره الشهريه جوج المرات، يعني جوج المرات في الشهر، واش يعني حاجه عاديه ولا لا؟ كنجي جوج مرات في الشهر، يعني بحال كتجي كل 15 يوم. هذيك داخله في الطيران؟ بحال كتجي بطبيعه الحال بحال كتجي كل 15 يوم، هذيك داخله في الاضطراب، لان اقل من 3 اسابيع راه كاين اضطرابات، او اكثر من 5 اسابيع كاين اضطرابات. دونك هذيك ولا بدا ما خاصها دير واحد التحاليل ودير واحد التلفازه، وربما عندها لي زوفار ميكروبوليكيستيك، ربما بزاف مسائل. نوصلوا باقي المكالمات، ناخذوا مكالمه من مراكش. معنا خديجه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه السلام. الله اختي اختي، بغيت نسول الدكتور. اي تفضلي. بغيت غير نقول لي انا بغات تسوق لي واحد تنشيط مفرط في المبيض. اش قال لك؟ شنو وقع لك؟ تنشيط مفرط في المبيض، خديت شي اباني. ايه. وداروا لي سميتو، داروا لي الوجع. ايه تفضلي خديجه. ودابا بغيت غير نسول الطبيب شحال المده اللي خصني نتسنى ناخذ عاوتاني. شحال السن ديالك؟ 30 عام. دكتور، ودرتي براوات عطاهم لك الطبيب ياك؟ باش يعني باش يجيب الله ولاده ويجيب الله يعني سميتو. تكيس دكتور. تكيس يعني هذه ستان سندروم ديبر ستيميلاسيون، يعني لي زوفار تنشطوا كثير فهمت، يعني وما جاك لا قي لا شي حاجه معاه، غير غير الالم ربما ياك. اي الالم. وخديت شي اباري حتى. المهم دابا جاتني العاده الشهريه، وبغيت غير نسولك شحال المده اللي خصني عاوتاني. المده اللي خاصك تسناها ما يقدر يقولها لك غير الطبيب اللي متبعك، اللي متبع عندك، لان ربما تسني شهر، الا تسنيتي شهر، الا بغيتي تسني شهر راه 100% ما يكون حتى شي مشكل، ولكن الا بغيتي يعني جيست من بعد ديري يعني هاد المسائل هذه
طيب هو اللي يقدر يحكم لانه يدير لك واحد التلفازه يشوف واش كاين دوك لي دوك لي فوليكيل كبار بزاف واش لوفير باقي من فوق بزاف لي زوفير ديك الساعه الا كان داكشي رجع للحاله الطبيعيه ديالو راه ممكن يعاود يبدا معك ولكن من الاحسن في اغلبيه الاحيان الاطباء كيفضلوا يتسناو الشهر تقريبا بعد باش الامور كترجع للمسائل ديالها العاديه كيف ما قبل يعني وهاد الحاله دكتور ما كتعاودش عاوتاني زعما لا دابا هاد الحاله كت يعني عندها علاقه مع المبيض ديالك يعني في بعض الحالات في المثال هاد لي سيندروم دي زوفار ميكرو بوليكيستيك هادو كيكونوا فيهم اكياس صغيره كثيره بزاف وكيكونوا هاد لي بيرسمس كتكون كثيره بزاف يعني هاد المضاعفه ديال هادوك اللي باري كتكون كثيره بزاف يعني في الغالب الطبيب ديالك غادي ينقص لك من هاد اللي باري هادو يعني في الكميه في المستوى في داك التنشيط يعني تكون خص تكون مراقبه يعني مستمره اكثر وذلك بادويه يعني بالدوزاج اللي كان مديك مثلا 75 يعني حتى غادي يبدا في 5 سنين دونك من الافضل انه خديجه تمشي وترجع للطبيب ديالها باش ينقص لها كيف قلتي يعني واحد الشهر وتمشي يعني ولا تسنى واحد الشهر تمشي في اول تمشي في اول الشهر باش الا بغى يبدا لك الدواء يبدا لك الدواء في النهار الثاني ديال لي ريغلا والنهار الثالث باش تمشي حتى من بعد وتسني ثاني شهر اخر. شكرا خديجه على تواصلك معنا. الى سمحتي دكتور بالنسبه للون ديال الدوره الشهريه العادي اللي ما كاينش فيه مثلا مشكل صحي لانه احيانا كنسمعوا انه بعض الفتيات اللي عندهم مثلا الدوره الشهريه اللون ديالها تيكون مثلا واحد اسود غامق وحنا في الغالب تنعرفوا ان اللون ديالها احمر عادي. بطبيعه الحال الدم اللي كانت قليله يعني ما كتكونش يعني بواحد الكميه كافيه يعني ما كتخرجش للخارج باسكو فين كتجمع الدم كتولي اللون ديالها اسود او اللون ديالها بني. هذه مساله كتعني بان في الغالب هذه السيده هذه كيكون عندها يعني حق شهر في الكميه قليله وربما يكون هنا عندها مشاكل هرمونيه. وانا كنعرفوا الدم تقريبا كتبقى واحد من 3 ايام حتى الماكسيموم 7 ايام او 10 ايام في بعض الحالات. قد ما الدم كثيره قد ما كتكون الدم حمراء ولكن في الاخر من كتقل كتولي بنيه. دونك هاد الا كانت كتبقى غير يومين وقليله ربما عندها شي مشكل هرموني. حنا ملي كن يعني نساء مع بعضنا ملي كنتكلموا مثلا على الدوره الشهريه مثلا اللون ديالها احمر ولا اللون ديالها كحل كنتكلموا مثلا راه يمكن مثلا راه كاين عندك البرد ولا بالنسبه للتشخيص مثلا ديال الطبيب واش يعني حتى نتوما عندكم مثلا يعني ميكروب ولا شي حاجه مثلا ما عندهاش شي علاقه البرد يعني كيكونوا هذوك تكون افرازات اخرين يعني مسخين وفيهم الريحه ومشي مش الدم يعني هذوك افرازات يعني السائله ربما يكون اللون ديالها اخضر او اصفر يعني مش الدم. بعض الاحيان كتكون بعد تعفنات ديال الرحم كتعطي الدم كثيره بزاف شي شويه ولكن في الغالب كيكون لي بيغ تيكونوا مسخين تيكونوا اللون ديالهم اخضر او وفيهم واحد الرائحه كريهه تيكون مثلا كيكون اعراض اخرى يعني كيكون الحكه كيكون بحال المراه كتحس بحال شي حاجه كتحرقها لداخل فهمت. دونك هادو هما لي بيغ اللي عندهم علاقه مع الميكروب ومع التعفنات. واخا اس ام اس من عند مستمعه كتسولك دكتور بونجور جي ان بروبليم ا ميغل اي سون طول طون انستابل جي با دولور مي سيت انستابيليتي مو رون تري انكييت. الاضطراب اللي كنتكلموا فيه اليوم يعني كاين اسباب عديده وكثيره يعني ما نقدرش يعني وجبنا عليها يعني من خلال هذوك الاسباب يعني اللي ذكرتي كل سيده تحاول انه يعني تقيس مع راسها وتعرف فين عندها المشكل واش في التغذيه اللي كتاكل واش يعني في واش كاين شي مشكل توتر نفسي ولا في الوزن ديالها بزاف او ضعفت بزاف او كما قلتي التوتر النفسي هذيك الساعات او عندها بعض الاعراض اخرى اللي عندها في المثل الحليب في يعني في الثدي يعني ممكن عندها اني بيربلاكتينيمي يعني كاين بزاف اسباب كثيره وكثيره. اس ام اس اخر مستمعه كتسولك الله يخليك 4 شهور هادي ما كايناش لي ريغل وكناخذ لا بيلول نورمال وما عنديش الحمل واش نورمال؟ شحال السن ديالها؟ للاسف ما ذكرش السن. دونك تاخذ لا بيلول وما عندهاش سميتو يعني 4 شهور باش ما جاوش لي ريغل واخا كتاخذ لا بيلول نورمال وكتقول انه ما حاملاش. ايوا 4 شهور دابا على حساب كاين بعض الانواع ديال لابيلي اللي كيقدروا يحبسوا لها لي غاكل بحال هذوك لي ميكرو بروجيستاتيف اللي كيعطيو المراه اللي كتكون ترضع. يعني في هذه الحاله انتم كتغيروا لها مثلا الحبوب من الحمل مثلا نقدر نغيروا لها على حساب كنعرفوا في المثل بعض الحبوب اللي كتعطي هذه الاعراض هذه يعني عكر شرحوا للمراه نقولوا لها اللي كتمأكد بانك تاخذ لابيلي ديالها في الوقت ديالو ما كتنساها ما والو يعني ما كاين حتى شي مشكل.
بالنسبه مستمع اخرى كتسولك واش انقطاع الدوره الشهريه يعني بمره واش ممكن انه يعطي مثلا فيرتيج ولا دوخه؟ ممكن، وخصوصا الا كانت السيده تقطع لها وجاها فيرتيج وهذه تقدر يكون عندها حمل في المثال، تقدر يكون عندها حمل او تقدر يكون عندها واحد الانسيبيزون، ولكن هي عندها لا مينوبوز، عندها مينوبوز انقطاع الدوره الشهريه. هي سولات واش لا مينوبوز تقدر تعطي فيرتيج ولا دوخه من بعد لا مينوبوز؟ لا يعني في الاعراض ديالها ولا في هذيك الا كانت معها السهده ومعها لا بوفيت شالور، بوفيت شالور وداك الشيء ممكن. وحنا ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا معك حلقه باذن الله على المشكل ديال لا مينوبوز عند السيدات، لانه بزاف الحويجات اللي هما ناقصينهم صراحه. لانه السيده كيف قلتي لي يعني وحنا كنتكلموا قبل البرنامج هو انه دائما كنتكلموا غير على الدوره الشهريه تساوي الانجاب، يعني مجرد السيده ملي كتوصل مثلا 60 وكتنقاط عليها الدوره الشهريه وكأنه صافي ما كتبقاش عندها حتى علاش غترجع مثلا الطبيب وتمشي ودير مثلا استشارة وتكون لا فهذيك يعني من بعد يعني من بعد المينوبوز المرأة بالعكس خصها تشوف الطبيب لأنها خصها تبقى تتابع دير داك الفروتي يعني مسحة عنق الرحيم وخاصة ولا بدا ما دير الفحص ديال الثدي لأن إن شاء الله نديروا حلقة خاصة بإذن الله. سرطان الثدي يعني فعلاً. تولي من بعد سميتو تولي أكثر يعني كاين واحد المتابعة معنا مكالمة أخرى معنا مريم. ألو نادية. ألو السلام عليكم. نادية من فاس مرحبا. كي دايرين؟ الحمد لله الله يبارك فيك لالا تفضلي. شرحتي الدكتور كنشكركم بزاف. مرحبا لالا تفضلي. الله يخليك. عندي واحد أيه؟ البنت هذه دابا تقريبا 17 يوم عمرها تطلعت عليها العقل دابا تطلعت عليها بزاف. أييه. ما عرفتش علاش. شحال السن ديالها؟ عندها دابا 34. 34 عام. وهاد البنت هذه ما عندهاش اعراض اخرى ولا سميتو؟ ما عندها حتى حاجه، ما معصبه ما حتى شي حاجه. ايوا كانت معصبه هاد السيمانه. ايوا ربما هذا من الاسباب. دابا هي هاد السيده هذه واش يعني شحال قلتي من عام عندها؟ 34. ما مزوجاش ما حاملاش؟ لا ما مزوجاش. المهم الا كانت تعطت عليها يعني عير اول مره وهذه تسنى تجيها، الا ما جاتهاش خصها تشوف الطبيب من بعد لان كاين اسباب كما قلت كثيره كثيره وكثيره. كيف قلت هي كانت معصبه شويه تنتظر مثلا واحد الاسبوع الا ما جاتهاش تحاول انه تستشر مع الطبيب. لا الام لا حتى شي حاجه ممكن تنتظر وممكن تمشي تشوف الطبيب يعني يعطيها بعض الادويه باش يعاود يديكلونشي ليها كما تنقولوا من بعد واحد الفحص يتاكد بان ما كاينش شي حاجه اللي هي غير اللي عرقلات مثلا ما عطاتش الدوره الشهريه. اذا معنا فاصل مستمعينا نرجعوا نواصلوا. دائما رفقات الدكتور عبد الصمد عرباوي اليوم كنتكلموا على اضطرابات في الدوره الشهريه. مستمعينا مازالين كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه ويجاوب عليها الدكتور عبد الصمد عرباوي اختصاصي في امراض النساء والتوليد. معنا ناديه من الدار البيضاء. الو ناديه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكركم على الاذاعه ديالكم وعلى برنامجكم. الله يخليك. انا يا سيدي عندي 53 عام. ايه. وباقا كتجيني العاده الشهريه. ولاحظت بان كان عندي لقيت بحال ولتيفه في الزولتي وداك الشيء. مشيت على الطبيب دوز درت لاموغرافي درت انجيلون داك الشيء ولقيت بان داك بان شي حاجه ماشي غير كيس عامره بالماء. بغيت انا يزيد بغيت نستافد منه اكثر يشرح لي في هذا الشيء اكثر. لقيتي كيس دابا ما سمعناش مزيان ولكن لقيتي كيس عامر بالماء في الثدي ياك؟ وهذا لقيتيه في التلفازه ماشي في التلفازه لا في الماموغرافي وفي ليكوغرافي يعني بان في لامامو ومن بعد تاكد في ليكوغرافي ياك؟ هاد الاكياس هادو شحال الحجم ديالو؟ ما عرفتيش؟ خرجت جوج سنتيم. جوج سنتيم في غالب الاحيان راه ما كاين حتى شي حاجه لان لو كانت شي حاجه ربما الطبيب ديالك لان كاين واحد العلامات اللي في التلفازه وفي الماموغرافي تيقول لنا زعما كاين راه ممكن هاد الكيس ولا هاد يكون يعني يكون خايب ياك فهمتي ولكن هذاك الشيء هذوك العلامات تيبانوا غير في ليكوغرافي وكيبانوا في الماموغرافي يعني لو كانت شي حاجه تنظن الطبيب كيقول لك خصك تحلي هذا الكيس هذا الكيس كيتفشوا بوحدهم ولا خصهم ادويه لا على حساب بعض المرات كيتفشوا بوحدهم وبعض المرات خصهم غير يتخواو الا ما كانش يعني مرض خبيث يعني خصهم يتخواو من داك اللي كيدلي فيه ولكن ممكن يرجع داك الشيء ممكن يرجع. مازال معنا ناديه. شنو اقترح عليك الطبيب ديالك؟ عطاني غير ادويه وقال لي لقى عندي في البيلون ديال الدم بان عندي الكوليسترول مرتفع شويه قال لي خصك تشوفي الطبيب هو عنده هذا الهرمونات وديال الكوليسترول. هذا هو الكوليسترول ما عندوش علاقه بهذا ما عندوش علاقه نهائيا. الكوليسترول ما عندوش علاقه بهذا الكيس اللي عندك هذا الكيس اللي عندك. وهشاشه العظام؟ نعم هشاشه العظام.
لا الكوليسترول ما تعلقها بهشاشه العظام. هشاشه العظام ممكن تكون عند السيده اللي من بعد لا مينوبوز، ولكن انت باقا ما عندكش لا مينوبوز ولا لا؟ لا باقا يعني كتجيك الدم باقا كتجيك لا اضطرابات فيها مره، ولا تجيني على 40 يوم مره على 25 يوم ولكن باقا كتجيك يعني ماشي نقاطات عليك واحد الشهر ولا شي حاجه ما كنديرش لا والو كندير غير صافي. دونك انت باقا ما عندكش لا مينوبوز، يعني ما عندكش بزاف العوامل ديال الخطوره ديال هذاك ديال 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 سرطان الثدي. وفي الغالب في التلفازه هذاك لوكيست غادي يكون تيبان بالله في عين الماء، وغادي يكون حتى لي باغوا ديالو يعني الجناب ديالو باينين واضحين، وما يكونش يعني عمودي الشكل، غيكون اوريزونتال، غيكون زعما كاين افقي الشكل، فهمت؟ دونك الطبيب مادام قال لك زعما كاين بحال قال لك عير سيري ترجعي، ولا قال عليك عير واحد ربما ان سيرفيونس، يعني في الغالب ما تكون حتى شي حاجه، فهمتي؟ لا شي حاجه خطيره في الغالب. هادشي اللي دابا الطبيب راه يقدر يجاوبك 100%، ولكن انا كنظن بان ما كاينش شي حاجه على حسب التشخيص ديالك، يعني التشخيص ديالي على حسب اللي قالت، يعني لو كيست الا كان في علم وكان لي باغوا ديالو يعني الجناب ديالو واضحين لانه لا قدر الله ملي تيكون لا قدر الله يعافي الجميع ملي تيكون مثلا ورم في الثدي، يعني مباشره في الماموغرافي راه تيبان، يعني ماشي اكياس وتيكون واحد اللوبس ولا دابا في الماموغرافي في ليكوغرافي كنشخصوا هذاك الحاجه هذاك ليماج اللي كتبان لينا تماك كنديروا ليها واحد كلاسيفيكاسيون، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، فهمتي؟ من واحد حتى لجوج راه ما كاين حتى شي حاجه، ثلاثه خاصها تعاود دير واحد الماموغرافي وواحد ليكوغرافي من بعد أربعة أشهر باش كنشوفوا ليفوليسيون يعني التطور ديال هذاك. وهادشي علاش اقترح عليها أدوية ربما باش إلا ما مشاش مثلا الكيس ولا تفش تعاود ربما أدوية غير أدوية مسكنة ربما الآلام وهذه، ولكن هو إلا كان أن كيست اللي يقدر يبقى دائما وما يكونش خابيت، ماشي كيعني بأنه لا يبقى دائما يكون يعني خابيت، فهمتي؟ دابا الماموغرافي والليكوغرافي والفحص السريري هما اللي كيبينوا، هما اللي كيقولوا لنا واش هذا الكيس راه عادي ولا كيس ربما يكون خايب ولا راه كيس راه 100% خايب. دونك مادام الطبيب ديالك ما يعني ما اكدش عليك باش ديري بيوبسي وهادي يعني راه في الغالب راه يكون الطبيب متفائل وما كاينش حاجه خايبه. الو معنا ناديه من طنجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه السلام. الله ناديه بخير اختي لاباس عليكم؟ الحمد لله الله يبارك فيك. شكرا الدكتور اللي معك. بارك الله فيك. مرحبا. الله يخليك الله يرحم والديك. تفضلي يا ناديه. بغيت نسول الدكتور اسئله. انا عندي 40 سنه في عمري وعندي مزوجه وعندي ولد 15 عام ومازال اخت الحرق مازال كما اول مره جاتني. في الدوره الشهريه مازال تجيك بالوجع. الوجع اختي بزاف، لما شربت الدواء ولا درت القوي الباس عرفت راس الساعه كيكون فيا. وما كتاخذيش الكينه ديال منع الحمل؟ لا ما كناخذهمش. ايوا ربما راه خديتيها غتحل لك المشكل. حيت انا باغي نولد باغا تولدي. بغيت نولد ما جابش الله، هذه دابا 16 عام والحرق مازال هو وكتجيني في الوقت ديالها زعما. دابا الاسباب كما قلنا راه كثيره، المهم انت المهم المشكل خاصك تاخذي غير بعض الادويه بعد المسكنات. الحمد لله اللي كتاخذي المسكنات كيقضيو. لان اشنو كتاخذي من المسكنات؟ تاخذي غير دولي بران داكشي اللي خفيف ولا؟ لا كناخذ داكشي مجهد بزاف، انا الدرجه ان الطبيب قال لي مابقاش تاخذي هذا الدواء حيت كنت تاخذ غير من فرماسيا. كناخذ واحد الدواء ديال الكلاوي كيوقف الحرق. الدواء ديال الكلاوي الدواء ديال الالم هذا كيكون. سكين الالم. الى عندك الدواء ديال سكين الالم كيحل لك المشكل راه الحمد لله، لان كاين بعض النساء اللي خاصهم الدواء يدوز من البيرفيزيون يعني من يعني يدوز في السيروم وفي هذه، يعني خذي الدواء وهذا الشيء اللي كاين حتى. ولكن اسمح لي يا دكتور. نعم. انا كنسمع كرون الوالده ديما كنحس بهم كيحرقوني بزاف. كرون الوالده يعني كتحسي بالجناب ديالك كيضروك. كيضروني بزاف وكيعطيني الحرق حتى الظهر، يعني هذا الشيء كنعاني منه يعني مده طويله. ولكن انت دابا كتعاني غير فقت اللي كتجيك الدم اللي كتعاني ماشي دائما. لا دائما هذا الحرق ديال كرون الوالده دائما كيحرقوني. يعني عندك تعفن باش تقولي ربما عندك ميكروب، كان عندك شي ميكروب شي مره ودار لك هذا المشكل هذا؟ وعندي ميكروب في البوله ما نعرف. بالنسبه لهادو ديال الكرون واش ممكن مثلا هي تطلب دير ديك ليستيروغرافي ولا مثلا اللي كيبينوا مثلا واش كاين شي مشكل في القرن ولا لا؟ ممكن دير ليستيروغرافي، ممكن دير سيليسكوبي يعني التنظير ديال البطن احسن حاجه السيليسكوبي. احسن يعني السيليسكوبي يعني بالمنظار كنشوفوا البطن، هي فاش كنشوفوا الكرون من بالكاميرا وسميتو ممكن نديروا بعد نشوفوا واش كاين التهابات وهذه ولا كاين التهابات اللي كانوا قدام
وخلاو دي سيكاتريس تيبقاو يضروا وديك الساعه ممكن يا اما نزولوا لانه هي مازال ما عندهاش وليدات 16 سنه من الافضل انه تمشي مثلا دابا السيده عندها 40 عام ياك و16 سنه هذه وعندها بنت قالت لك عندها شي بنت عندي ولد عنده ولكن دابا بغات تزيد مثلا دابا المشكل هو الا كان قد ما كان يعني العقم ولا سميتو قد ما كان طويل بزاف قد ما الحدود ديال الحمل كتكون قليل يعني 16 عام وما جابش الله يعني ربما كاين عندك واحد النقص في الهرمونات ولا عندك انسداد في الغدد المشدودين يعني هادشي خاصو واحد التحاليل وواحد الفحص دقيق باش نقدروا نعرفوا واش المشكل اللي عندك وانت الا كانت الالم كيجيك دائما انا كنظن من الاحسن باش تاكد بان راه هما دوك القرون هما اللي داير لك المشكل تشوفي الطبيب الجراح اللي غيشوف لك اسميه جراح النساء او جراح العام خصوصا النساء اللي غيشوف هاد سميتو هاد لي ترومب حتى اللي يدير بعد لي بريلافمون ربما يعطيك بعض الادويه ولكن مثلا ناديه هي خصها تقول مثلا الطبيب ديالها راه تنحس انه مثلا غيزات في القرن ديالي ولا عندي مثلا حريق ولا هي نورمالمون ما تمشي عند الطبيب وتقول له ما تمشي عند الطبيب وتقول له انا 16 عام ما جابش الله والي راه يسول هاد الاسئله يعني على الدوره الشهريه وعلى الميكروب وعلى الالام وبزاف د الحوايج وغادي سميتو غادي يفحصها وهادي وهو اللي غادي يقرر معها واش دير هاد التنظير ولا ما ديروش مستمعه كتسولك على كتقول بانه بنتها كتاخذ لا بيلول واش لا بيلول تقدر تعطي تاخر ولا عقم ديال الانجاب لانه كتاخذها هذه 3 سنين وعندها 26 سنه ومزوجه لا بيلول ما كتعطي لا عقم ما كتعطيش العقم وما كتعطش الانجاب يعني اون فوا نورمال السيده كتحبس لا بيلول صافي الخصوبه اللي كانت عندها قبل ما تاخذ لا بيلول كترجع في الحاله الطبيعيه ديالها يعني ما كاينش تاثير في هذا الجانب فاطمه من فاس الله يخليك انا ام ديال ثلاثه الوليدات ولدت بالعمليه هذه شهر و20 يوم وباقا ما مشاتش مني يعني الدوره كتجي نهار وكتمشي اسبوع وكناخذ الحبوب ديال الرضاعه وكنرضع طبيعي هذا المشكل هذا بعد الولاده والسيده كتاخذ الحبوب منع الحمل اللي ديال الرضاعه وكترضع دونك هذا المشكل هذا راه مشكل ماشي مشكل هذا لانه تقريبا فيزيولوجيا المساله هذه كثيره ومساله عاديه الا ما كان عندها لا الام لا والو ولا سميتو راه ماشي عادي غادي نختموا باخر مكالمه للاسف مخشنا الوقت لبنى من مكناس الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لبنى الله يعطيك الصحة نتكلم معك ايه تفضلي معك مباشرة تفضلي دكتور انا دايما بغيت نتصل بيك وما مرحبا ليا الخط على ديك المرة على الكيف ايه انا فايتة للاسف انقطع الخط بلبنى للاسف نتمنى انك ترجعي تواصلي معنا وعلى الاقل خلال الاسبوع خلي لنا التساؤل ديالك وانا غادي نحاول نعطي لك اياه ان شاء الله اياه وهكا باش تواصل معك مباشره الا سمحتي اخر تساؤل بالنسبه لاضطرابات ديال الدوره الشهريه اللي هو موضوعنا واش اضطراب الدوره الشهريه عنده تاثير يعني في تاخر الانجاب طبيعة الحال مطالبة الدورة الشهرية خصوصا لكانت الدم يعني كتجي كل 4 شهور ولا كل 3 شهور ولا يعني أكثر من 45 يوم كتكون يعني ما كتكونش لوفيلاسيون الإبادة كتكون قليلة أو كتكون الفرص ديال الحمل يعني الإبادة كانت قليلة أو كتكون ومين كتكون لوكاليتي موفاز يعني حتى الجوده ديال الاباضه ما كتكونش مزيان كتكون فرص الحمل كتقل يعني هادشي علاش خاص دائما الفتيات قبل ما يتزوجوا هما غاديين ويراقبوا يعني الدوره الشهريه خاصها تجي بانتظام وخاص كيف هاد المشاكل كل اللي تكلمنا عليها اليوم الدوره الشهريه هو يعني ماشي بالضروره يكون كل 28 يوم يعني كل سيده وعندها الدوره الشهريه ديكالاج مثلا بيومين ثلاث ايام يومين ثلاث ايام غالبا ماشي مشكل الا كان ديكالاج اللي كيولي اشهر ولا ولادي وسميتو وكيتكرر يعني كيبقى مستمر هاد الديكالاج هنا يكون الانسان 16 ياك دكتور لانه قد ما يعني تنظمات يعني الدوره الشهريه ديال الفتيات يعني ملي كيتزوجوا كيلقاو يعني واحد السهوله يعني بالنسبه للانجاب وبالنسبه للفرص ديال الحمل بطبيعه الحال بطبيعه الحال دكتور عبد الصمد عرباوي اختصاصي في امراض النساء والتوليد مجمع الوفاق الطبي تمر الرباط كنشكرك بزاف على الحضور ديالك وعلى كل هذه النصائح والتقوا بك يعني الاسابيع المقبله ودائما يعني فنجاوبوا على كل تساؤلات السيدات اذا ما سخناش بكم كالعاده ولكم تحيات وفاء فائز لرفقتنا اليوم في الاخراج البرمجه الموسيقيه وسميحه عشوبي في استقبال مكالمتكم الهاتفيه التقوا بكم غدا باذن الله